الجمعة لا يفرد بصيام. لو صام الإنسان الجمعة وحدها يؤمر بالفطر إلا إذا كان يوم عرفة. فلو صادف يوم عرفة أنه يوم جمعة لا يقول لا تصوم يوم عرفة لأنه يوم جمعة، لا، إنما لا يصام يوم الجمعة إذا صامه الإنسان باختيار نفسه، وأما إذا صامه بمصادفة أنه يوم عرفة فله حكم آخر.